أعزائنا المستشارين، السلام عليكم ومرحبا بكم في كتالوج شهر فبراير 2019. شهر فبراير هو شهر الحب وكنحتفلوا به بلو سان فالونتان. وغيفلام جاتنا منتجات وهدايا جد مغرية باش نعبروا على الحب ديالنا بهاد المناسبة. أول عطر معنا هو عطر بورن تو فلاي للنساء والرجال. العطر كيجيب تصميم أنيق برائحة المانغوليا، البوار ناشي و النكتار دورانج بالنسبة للنساء، وكيجي في حلة عصرية برائحة لاسوس كلاري، اليوزو و النكتار دورانج بالنسبة للرجال. العطر مستوحى من أجمل الأماكن السياحية في العالم ومناسب جدا لمحبي السفر. زيادة على ذلك، فإذا قمتوا بشراء عطر بورن تو فلاي للنساء أو للرجال فكتحصلوا على سوار رائع بورن تو فلاي سكاي لاين بخصم ديال 80%. كذلك انت شراء جوج العطور من بورن تو فلاي، اي جوج العطور للرجال او جوج العطور للنساء او عطر للرجال وعطر للنساء، فكتحصلوا على خصم ديال 50% على العطور بجوج. دائما مع احتفالات عيد الحب وتبادل الهدايا، اوريفلام جاتنا بساعات هارت بوب الانيقه للرجال وكذلك للنساء. الى بغيتوا تحصلوا على واحده من اختياركم بخصم ديال 50%، ما عليكم غير تقوموا بوضع طلبيه بقيمه 200 درهم في هذا الكتالوج. تحت الطلب ديالكم والقبال الكبير اللي عرفته زيت ارغان، جددنا الشراكه ديالنا مع تعاونيه فيتارغون وجبنا لكم من جديد زيت ارغان اللي كتستعمل للجسم، الوجه، الشعر والاظافر. فباقتنائكم منتجات تعاونيه فيتارغون فانتم كتساعدوا التعاونية على توفير دخل قار للعاملة ديالها. نرجعوا لاحتفالات ديال عيد الحب، ولكن هاد المرة مع مجموعة بي ماي فالنتاين برائحة الورد لزاغروم ولو سيدر اللي جات بجوج ديال المنتجات. اولا كريم اليدين اللي كيخلي بشرة اليدين ناعمة، وثانيا صابون برائحة الورد الجميلة. ما تفلتوش العرض الافتتاحي ديال هاد المنتجات. الجديد كذلك هاد الشهر هو حمام الفقاعات فيلفيت باشن اللي كيخلق جو رائع كيساعد على الاسترخاء. كيحتوي على عطر مهدئ وتركيبة ديالو خالية من الصابون وبمعدل حموضة متوازن. قنينة حمام الفقاعات فيلفيت باشن كتجيب حجم كبير 750 مليلتر وبعرض افتتاحي مغري. جا الوقت باش البشرة ديالنا تنعم بدلال أكثر مع لوف ناتور اللي جاتنا بخمسة أقنعة للوجه جديدة. القناع الأول هو قناع كريمي مغذي بخلاصة الكاكاو، كيساعد على التغذية، كيلطف وكيجدد البشرة. أما القناع الثاني فهو جيل مرطب بخلاصة البطيخ الأحمر، كيساعد على انتعاش البشرة وكيمنحها المزيد من النضارة. القناع الثالث هو قناع كريمي مهدئ بخلاصة الورد، كيساعد على تهدئة وتلطيف جميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة. القناع الرابع هو الطين المنقى بخلاصة التفاح لكي يساعد على ترك البشرة بمظهر منتعش. وأخيرا قناع التقشير محسن لإشراقة البشرة بخلاصة فاكهة ليتشي لكي يساعد على تقليل علامات التعب. طريقة الاستعمال جد سهلة، ما عليك غير توضع القناع على الوجه مع الشناب منطقة العينين، كنخليه لمدة 10 دقائق، من بعد كيتمسح بواسطة قطعة قطن أو منشفة للوجه. هاد الأقنعة جات بخصم ديال 50%. الرجال كذلك ما نسيناهمش هاد الشهر، وكنقدموا لهم مجموعة نورث فور مان أوربان الجديدة المستوحاة من الفحم. كتكون من صابون كينظف وكيساعد على تنشيط البشرة، رغوة الحلاقة اللي كتحتوي على تقنية جلايد لمنح المزيد من الانسيابية لشفرة الحلاقة، وكتساعد على حماية البشرة من الجروح والالتهابات، ومنظف الجسم والشعر لكيساعد على انتعاش البشرة وتقوية الشعر. الجديد ديال مجموعة هيريكس هو شامبوان منظف للشعر بعمق، كيساعد على تحفيز نمو شعر صحي من الجذور إلى الأطراف، باش كتحصلي على شعر كثيف وكذلك الملين اللي كيغذي الشعر وكيحسن من الانسيابية والتماسك ديالو من بعد استعمال شامبو. آخر مستجداتنا لهذا الشهر هي من مجموعة كولور بوكس اللي جاتنا بخمسة ألوان جديدة احتفالية اللي غادي نخليكم تكتشفوها بثمن جد مغري. والآن غادي ندوزو لفقرة العروض. أول عرض هو من مجموعة جورداني جولد. عند وضع طلبية في كتالوج شهر فبراير من قيمة 200 درهم كتحصلوا على كريم الأساس جورداني جولد من اختياركم ب 85 درهم فقط. عند شراء عطر بوسيس هاد الشهر فيمكن لكم تحصلوا على كريم الجسم وسبراي الجسم الخاص به بالمجان. سيناتور كذلك جاتنا بعرض جد مغري اللي كيمكننا من الحصول على مزيل العرق بالمجان مع شراء عطر سيناتور.
أما العرض الرائع بالنسبة لعناية بالبشرة فهو جاء من مجموعة Optimals Hydracare. عند شراء كريم النهار وكريم الليل فكتحصلوا مجاناً على كريم منطقة العينين. إكلاوم جاتنا بعرض مغري هو عند شراء أذر إكلاوم فكتحصلوا مجاناً على سبراي مزيل العرق الخاص به. عرض جيورداني جولد هو عند شراء عطر جيورداني جولد مان فكتحصلوا على سبراي ومزيل العرق الخاص به بالمجان. يمكن لكم كذلك تحصلوا على ملقة الحواجب الفعال بالمجان عند شراء قلم الحواجب دوان. دائما مع مجموعة دوان ولكن هذه المرة مع طلاء الأظافر، فعند شراء طلاء الأظافر دوان يمكن لكم تحصلوا بالمجان على طبقة الأساس القابلة للإزالة. العرض ديال مجموعة كولور بوكس هاد الشهر هو عند شراء المسكرة المكتفة للرموش كولور بوكس فكتحصلوا على قلم للعينين من اختياركم بالمجان. ما تنسوش تضيفوا رمز المنتج المجاني في الطلبية ديالكم. لوف ناتشور كذلك جاتنا بعرض جد مغري هو عند شراء كريم الوجه بخلاصة شوفان فكتحصلوا على الحليب المنظف والمنشط الخاص به بالمجان. وأخيرا فبإمكانكم ب 45 درهم فقط أنكم تحصلوا على كريم الوجه متعدد الفوائد Essentials Furnace زائد صابون مفتح للون البشرة North for Men زائد بلسم تندركير. ما تنساوش تزيدوا رمز المجموعة في الطلبية ديالكم. العديد من النساء كيعانيوا من مشاكل تقدم سن البشرة وفي نفس الوقت كيبغيوا يحاربوا لون البشرة غير الموحد، البقع الداكنة والكلف. فعوض تستعملوا منتوجات كثيرة ومختلفة لكل مشكل، نوفيج بغايت سوبليم كتقدم لكم حل شامل لهذه المشاكل ويمكن تستعمل من طرف جميع الأعمار ابتداء من سن 25 سنة فما فوق. وإلا كنتوا كتلاحظوا ظهور أولى التجاعيد الدقيقة والتجاعيد التعبيرية وخاصة في منتصف الثلاثينات، كونوا حريصين على إعطاء البشرة العناية اللازمة باش تقدر تقاوم هذه العلامات مع مجموعة إيكولاجين اللي كتحفز إنتاج الكولاجين في البشرة وبالتالي كتقلل من التجاعيد بنسبة 33%. مجموعة ألتيميت ليفت من ماركة نوفيج هي مجموعة كتلتزم بتجديد مرونة البشرة ومحاربة التجاعيد العميقة. هذه المجموعة كتهم سيدات في سن 40 فما فوق وكتعمل على تفعيل دور الإيلاستين في البشرة لإعطائها مرونة أكثر ب 70% خلال 12 أسبوع من الاستعمال. أما بالنسبة للبشرة اللي كتسمى بشرة ناضجة أو البشرة في سن 50 فما فوق فكتحتاج لترطيب عميق وفعالية ضد التجاعيد والبقع الناتجة عن تقدم سن. كل هذه الحلول متوفرة في مجموعة تايم ريستور بمزايا الخلايا الجذعية النباتية لنبتة لانسيولي والصويا. هذه المجموعة ساعدت 94% ديال النساء اللي جربوها في الحصول على بشرة موحدة ومرنة أكثر. مجموعة نوفيج مان مجموعة أنيقة بلون وديزاين غادي يروقوا لذوق الرجل العصري. كتكون من 4 المنتجات باش كتغطي 4 المراحل للعناية بالبشرة. كنبداو بالخطوة الأولى اللي هي خطوة التنظيف مع جل كيحتوي على جسيمات مستخرجة من الفحم الأسود اللي كتنظف بعمق وكتقشر الخلايا الميتة. الخطوة الثانية هي خطوة العناية بمحيط العينين مع جل كيحتوي على الكافيين وكيستهدف التجاعيد بفضل تقنيات الباوباب لمحاربة علامات تقدم سن. كنكملوا مع الخطوة الثالثة مع البوستر اللي كيحتوي على مستخلص الخلايا الجذعية النباتية ومركز فيتامينات سي او بي 5 والمغنيسيوم. كيعطي للبشرة حيوية إضافية وكيحفزها وكيمنحها طاقة أكبر باش تحافظ على مستوى الترطيب. وأخيرا كنوصلوا لخطوة الترطيب مع الجل اللي كيمنح ترطيب عميق وكيحمي البشرة ضد العوامل الخارجية. الاستعمال الصحيح لهذه المجموعة بخطواتها الأربعة وجوج المرات في النهار يوميا كيمنح نضارة للبشرة بنفس الطريقة اللي كتمنحها لها 24 ساعة من النوم. في بزاف الحالات كيكون الاحتياج ديال البشرة الأساسي هو الترطيب والعناية العميقة. إلا ضفنا لهذه الاحتياجات لون بشرة باهت غير موحد وقع داكنة وفقدان نضارة، فالحل أكيد غادي تلقاوه مع مجموعة Optimals Even Out الجديدة اللي كتقلل من هذه العلامات وكتمنع الظهور ديالها من جديد. الجمال كيبدأ من الداخل دائما، داكشي علاش Oriflame كتكمل عرضها لتغطية احتياجاتكم للجمال الكامل مع مجموعة المكملات الغذائية والناس. مشروب توازن طبيعي والناس هو مشروب غني بالبروتينات كيساعد الجسم على الحصول على طاقة وتركيز ذهني وكذلك على الحصول على وزن مثالي باتباع النصائح الموضحة في كل كتالوج. مشروب والناس هو الإضافة المثالية لنظام غذائي متوازن وصحي. كنتمنى تكون المستجدات ديالنا نالت الإعجاب ديالكم وتلقاو فيها الهدايا المناسبة لكم والناس اللي كتبغيو. شكرا لكم وكنضربوا لكم موعد
في الشهر المقبل وكتالوج جديد.